ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض فعاليات استضافة مصر لبطولة أفريقيا للبوتشا واللي بتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي. البطولة دي منها انطلقت يوم 3 يوليو تحديدا وهتستمر حتى يوم 8 من الشهر الجاري نفسه، وبتستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. ويعني خلونا نعرف ماذا كانت أو كيف كانت المنافسة خلال الأيام الأولى لها في هذه المسابقة، في مسابقة أو في البطولة الإفريقية للبوتشا، من خلال هذا التقرير. الحمد لله قدرنا نستضيف البطولة القارية الإفريقية للبوتشا، أول حدث في الوطن العربي وشمال إفريقيا، حدث مميز جدا بمشاركة 5 دول إفريقية من الدول الرائدة في مجال البوتشا في إفريقيا، بمشاركة 32 لاعب ولاعبة في مختلف الكلاسات. الميزة في البطولة دي الحمد لله إن البطولة دي مؤهلة للدورة البارالمبية الدولية باريس 2024، وده شيء مميز جدا، وده الحمد لله احنا بنعتبره مش نجاح للاتحاد بس، لا ده نجاح للرياضة البارالمبية في مصر ونجاح لوزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية كلها الحمد لله. ودعواتكم ربنا يكرمنا بقى في الايام اللي جايه في المنافسات ان شاء الله، يتأهل من عندنا الابطال للمشاركه في الدوره البارالمبيه ان شاء الله. الحمد لله احنا لينا فتره كبيره تعبنا شقينا مع المنتخب، الولاد عندهم عزيمه وعندهم اسرار، الحمد لله احنا عندنا من حظنا ان البطوله على ارضنا، وعندنا الزوجي والفرق فرصه كبيره خالص، لان البطوله دي مؤهله للاولمبياد على طول، باريس على طول مباشر، وده من حظنا ان احنا وسط ناسنا واهلنا في جمهورنا على ارضنا. الحمد لله مستعدين استعداد كويس جدا، واحنا قاصدين باذن الله باذن الله باذن الله بدون مقاطعه ان اللعيبه كلها مصممه على ذهب باذن الله. البطوله الافريقيه هنا الاتحاد البوتشا عموما كان مشهر 2018 في عهد دكتور أشرف صبحي، وهو بيلقى اهتمام جدا من دكتور أشرف، وعلشان كده هما بصراحة دكتور أحمد أدم عامل شغل كويس جدا فيه. المعالي الوزير كان حريص على أنه يبقى في ظهر الاتحاد ده، والاتحاد بصراحة عامل شغل، والبطولة دي مؤهلة ل 2024 وأنها تتنفذ على صالة دكتور حسن مصطفى. البطولة دي هي البطولة الثانية على مستوى أفريقيا بيتم تنظيمها، كانت البطولة الأولى في جنوب أفريقيا في مايو 2022، وخلال البطولة دي تقدمنا بملف لاستضافة بطولة أفريقيا الثانية اللي كان المفروض تتعمل في 23. الحمد لله من خلال تواصلنا مع الاتحاد الدولي ومن خلال مشاركتنا المتعددة في البطولات الدولية قدرنا نثبت لهم ان احنا جادين فعلا في ان تكون في لعبة قوية ومسابقات قوية خاصة بالبوتشا في مصر. طبعا الحمد لله استعدادنا، احنا بقالنا 3 شهور معسكرين هنا في صالة حسن مصطفى بأكثر من 16 لاعب صف، يعني في الآخر بقينا 10 لاعبين اللي هم المفروض بيشاركوا في البطولة دي، منهم بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4، وإن شاء الله بنلعب فردي وبنلعب فرق وزوجي، وتوقعاتنا إن شاء الله ربنا يكرمنا في البطولة نقدر نحقق الذهبية اللي توصلنا لأولمبياد باريس 24 إن شاء الله في الزوجي والفرق، ونحسن الرانك للولاد اللي هم في الفردي. أولا نحب نشكر الإخوان في مصر للاستقبال والتنظيم الرائع، والقاعة هذه اللي هي فخر للعروبة الكل. وثانيا هي مناسبة لتشجيع الشباب العربي والإفريقي، بالطبع هي بطولة إفريقية ولكن نحن نتكلم على الشباب العربي للمعاقين اللي هما مطلوب منا باش نعاونوهم وندعموهم أكثر ما يمكن في ممارسة الرياضة هذه البوتشا. احنا بفضل الله تعالى استعدينا بقالنا فترة كبيرة جدا في الإعداد النفسي، الإعداد النفسي مهم جدا للاعب واللعيبة، قد إيه هي مسؤولة ومتحملة المسؤولية وعارفة قيمة منتخب مصر والأثر، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كرم كبير جدا جدا. أهميتها إنها بطولة مؤهلة لباريس 24،
ومؤهلا للبارالمبيك بفضل الله تعالى. فان شاء الله هي حاجه محطه قويه جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا جدا. يعني البوتشر عباره عن لعبه اولا توافق حركي مع ذهني، هي تعتمد سبحان الله على التفكير وعلى الابداع، واحنا اولادنا رائعين بفضل الله تعالى، عشان توصل رساله ان مهما يكون اعاقتك صعبه انت تستطيع الابداع. احنا الحمد لله بقالنا اكتر من 4-5 شهور كلنا زي ما بيقولوا كده قلب رجل واحد، لعيبه ومدربين، جهاز فني واداري كله، الاتحاد المصري لرياضه اللاعبين، زي الشاهد الدماغي، الاهالي واولياء الامور، كلنا بنجمع جهودنا ويعني واهبين حياتنا للبوتشا، وان شاء الله نشرف مصر. احنا عملنا تدريباتنا في تونس، كنا حاضرين نفسيا وجسديا، الحمد لله اللجنه البارالمبيه التونسيه وفرت لنا كل ما يلزم عشان البطوله هذه، والساعدين ما في كفايه في المغرب، الساعدين بشكل جيد، الاطر تاعنا وفر لنا كل شيء، والحمد لله احنا جايين نحققوا نتائج مشرفه.